والشيخ منصور من الصفات التي كان يوصف بها أنه كان فطنا وكان ذكيا ودقيقا في الأمور، فمما يذكر عنه أنه الإمام رحمه الله كان خارجا في منطقة تسمى السراقية. طبعا السراقية من مناطق نزوة، وبالتحديد تقع في منطقة الغندق. طبعا الإمام خرج إلى السراقية لتنفيذ الحكم في بعض اللصوص، وكان هؤلاء اللصوص سبعة ألقى القبض عليهم الشيخ أبو غالب علي بن هلال الهنائي والي الرستاق اللي هو والد الإمام غالب رحمه الله. والواقع أن هؤلاء آدوا المسلمين في الظاهرة والباطنة وشمال عمان، وكثر استصراخ الناس والاستغاثة بالإمام، فطلبهم من أشياخهم أي زعماء القبائل فلم يتمكنوا منهم، وكتب إلى ولاته ليحضروهم إلى نزوة أحياء أو أمواتا، فتمكن الشيخ علي بن هلال رحمه الله من القبض عليهم وأرسلهم إلى الإمام، وبقوا في السجن سنة كاملة حتى حكم الإمام فيهم. فبينما هم ماثلون بين يدي الإمام لاحظ الشيخ منصور منهم صبيا لم يبلغ الحلم، فقال الإمام ومن معه من المشايخ خذوا هذا صبي لا يجب عليه الحد. فقالوا إن علامات البلوغ واضحة عليه، منها خط شاربه وقوة جسمه. قال لهم خط شاربه وقوة جسمه وشعره أحمر، فهو غير شعره الحقيقي ربما من الصبغة، حيث أن لون شعر رأسه أسود يفترق، والإبطين لم ينبت فيهما الشعر، فسلم ذلك الصبي من القتل، فسلم ذلك من القتل. يروي هذه القصة الشيخ سيف بن محمد الفارسي لطلابه وتلاميذه، ولعل هنالك تشابه لأن نفس هذه القصة تروى عن الجد الشيخ سعيد بن ناصر رحمه الله تعالى.